اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فسفوريه، ولما نقول سمك يعني سمع هس. النهارده معانا الحلقه دي على فكره بتتذاع يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره بناء على رغبه الساده المشاهدين. النهارده معانا جمبري، هنروح اسكندريه وحبايبنا في اسكندريه اللي بيكلمونا كل يوم وبيتواصلوا معانا، ونعمل الكشك بالجمبري. اوبا، كشك بالجمبري قواعده كتيره قوي ومشهور بالصعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. معانا كابوريا النهارده، هنعمل كابوريا مشويه بالزبده والثوم، برضو قصة حلوة كده. شوف الكابوريا ازاي نشويها وطعم الكابوريا من جوه، ولحم الكابوريا واخد طعم الزبدة مع الشبت مع التوم، حاجة كده لطيفة وجميلة. معانا سمك فيليه قشر بياض لكبار السن والأطفال الحلوين اللي بيخافوا من القشريات، سواء جمبري سواء كابوريا. هنعملهم صينية السمك بالبطاطس، وأنا عاشق للبطاطس لما تكون بالكريمة مع صينية السمك، أكيد بتبقى لطيفة. بسيب السمك واكل البطاطس. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كتير لان الحلقه فيها شغل كتير قوي النهارده، وانا اولى بكل دقيقه وكل ثانيه. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف لما نقول خليها سمك النهارده يبقى سمع هوس. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتفاصيل الحلقه بتاعتي فيها شغل كتير للامانه، بس مطلوب منك برضو لما تخش المطبخ ترتبي شغلك والحاجه الجميله. انا معايا السمك جاهز. هي اكله الكشك اللي هتاخد وقت كبير مني على فكره، لانها بتنقسم لاتنين، شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا بيعتمد عليها طعم الكشك، والجمبري هنا محتاج شويه شغل. مقادير كشك بالجمبري من اسكندريه، واخواننا في اسكندريه والكشك بالجمبري اسكندراني. معانا جمبري قشر سويسي او اسكندراني يعني بلدي، والبلدي يوكل. معانا دقيق وزبادي حلو قوي، معانا تومه وبصله لطيفه وجميله، ومعانا كزبره ناشفه وكمون وملح وفلفل. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. كشك يعني عايزين شويه شوربه قيمتهم الغذائيه عاليه جدا، ويكون التست والطعم بتاعهم حلو قوي. حط معلقتين من الزيت يتتبعهم مكعبين من الزبده، ومعانا جمبري بلدي شلنا عرق الرمله منه او الظهريه بتاعته، وناخد الجمبري ده كده يا عم شفيق، اللهم صل على النبي، ياخد الصدمه الناريه عشان عايز شويه شوربه حلوين. مش هتتبله يا شيف؟ لا. هتقشره يا شيف؟ لا. شلت عرق الرمله من ظهره يا شيف؟ حاضر، عينيا يا غالي، اوريك واحده هي بس الاخيره عشان النار سخنه معايا. وانا عايز شويه شوربه حلوين. طب ازاي كشك بالجمبري وهتحط لنا الجمبري بالقشر بتاعه؟ اصبر على رزقك يا حاج، الله يرضى عليك. ادي الجمبريتين دول مع بعض، هنشوفهم مع بعض شيلنا القشره ازاي ونشيل ده ورا. حلو قوي. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. بنجيب الجمبري البلدي او الجمبري المستورد ايا كان، وبنشيل عرق الرمله من هنا كده، لأن عرق الرملة ده بيعمل مشاكل كبيرة أوي على فكرة، ممكن يقل مزاجك ويبوظ الشوربة ويبوظ الأكلة، وحاجة تافهة ممكن تشيليها بطرف السكينة أو بتوزبكس صغير بتاع تسليك السنان. معانا بالشكل ده كده أهو، زي الفل. أصبح الجمبري جاهز عندي. الله، لونه فسفوري وخد شكل تاني وطعم تاني، وريحة الاستوديو بقت كلها جمبري. الله يكون في عون الأساتذة المصورين، والله يكون في عون اللي هيشتغل من بعد مننا. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ هو ده، ده شوية الجمبري بتوعنا الحلوين. بنوسع للدنيا كده، بناخد فص توم حلو، اللهم صل على النبي، ونحط التوم هنا. عايز شوية شوربة؟ أنا بصنع شوية شوربة، بصلاية ناعمة. معايا عود كرفس حلو زي ده كده، باخده أفرمه وأحطه في قلب الجمبري عشان شويه شوربه حلوين. الكرفس على فكره ملك السي فود، وبينهم وبين بعض علاقه حب اللي هو الكرفس، خاصه لو شوربه. زي الفل. نحط الميه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. زلزال، ايه ده؟ عايز شويه شوربه محترمين انا. خلص الكلام،
نخش على اللي بعده. هنجهز عجينة الكشك. الكشك نوعين، كشك بيتعمل على الإيد اللي هو عبارة عن زبادي وخميرة ودي، وكشك بيتصنع على الإيد وده من الصعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو، اللي هو عبارة عن القمح المدشوش بعد ما يتغسل ويتغسل طبعا ويتكسر ويتعجن باللبن الرايب ويتحط في مكان مشمس ويتعمل الكشك، وده بيتخزن في الصعيد الجميل، ودي أكلة مفضلة لها أصولها ولها تاريخها. حلو الكلام؟ آه. فأنا هعمل دلوقتي الكشك اللي هو بالدقيق والزبادي، حاجة كده سهلة وبسيطة، وشوية الشوربة في قلب الحلة. مش عايز أقول لكم نقدر نقول من هنا محطة الإيه؟ الإبداع. بتقول إيه محطة الإبداع؟ واقفة هنا شوربة الجمبري هي دي، صينية الجمبري هي دي. زي ما انا شغال كده، عايز تعملي صينيه جمبري هتحط لها طماطم وبصل سليم وتبقى صينيه جمبري، عايز تعملي شوربه جمبري هي دي بنفس الطريقه. حلو الكلام. نشتغل في الايه؟ في الكشك بتاعنا. بوله زي دي كده. وليه بوله معانا؟ البوله جاهزه، ونحط الدقيق. عايز اعمل شويه كشك حلوين، بحط الخميره على الدقيق. خميره ودقيق دول كلهم مع بعض. ونقلبهم بالمضرب اهو، ونسيبهم على جنب. انا بقى من الناس اللي بيبقوا عايزين ايه؟ ينجز في شغله، وعايز الخميره دي تديني مفعولها سريعا. اهو بعمل ايه؟ تركيز صغيره خالص، وانا الحاجات الصغيره دي بتفرق معاكي في المطبخ على فكره، بتديكي ثقه في النفس كده، وثقه وانت واقف في المطبخ انك بتعملي حاجه وانت واثقه من نفسك. لو انا حطيت الخميره على الزبادي مع الدقيق، الزبادي طالع من الثلاجه والدقيق موجود معانا، هياخد وقت كبير قوي على ما يتخمر. يقوم الشيف المغازي يعمل التركيه بتاعته اللطيفه، ياخد هنا ايه يا عم الشيف؟ شويه ميه سخنين كده. هو ده، هي دي التركيه. شفت بقى؟ بعد دقائق معدوده الكشك جاهز للتشغيل. هي دي. خلص الكلام. هنقلب دول كده مع بعض. اللهم صل على النبي. الماء الدافي بيساعد على تخمير الخميرة سريعاً، مع إضافة معلقة سكر. شوية السكر بتوعنا بالظبط. بعد 5 دقايق الكشك ده جاهز إن إحنا نشغله. إيه المفروض هنا اللي يحصل؟ إن هنا يحصل عملية تخمير بالزبادي والخميرة عشان نحصل على كشك له قوام وله طعم مميز جداً في المادة الحامضة الجميلة الحلوة. نخلي ده كده على جنب ونخش على اللي بعده. كده الكشك جاهز، بس يطلع معايا شويه شوربه حلوين كده، ما خدش دقائق معدوده. اهي الشوربه هنا بتغلي، واخد الجمبري بتاعي اقشره بعد كده. عايز اعمل دلوقتي كابوريا مشويه. ازاي اعمل كابوريا مشويه بالزبده واحنا مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه؟ انا عايز الكابوريا زي ما هي اشويها، تبقى قدامي سليمه بخيرها بشكلها الحلو. ممكن شكلها يخوف الاطفال الحلوين، ولكن انا دوري ان انا احبب الاطفال الحلوين في الكابوريا، ياكلوها ازاي وياكلوا قلبها ازاي، ونعرف الكابوريا المبطرخه من اللي مش مبطرخه ازاي واحنا مع بعض. مقادير على الشاشه: كابوريا، زبده، شبت، توابل بتاعتنا ملح وفلفل زي ما احنا شايفين كده مع بعض، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. هناخد الزبده بالشكل ده كده، ونحط على الزبدة دي يا شيف شوية توم طازة، ومع التوم الطازة ده يا عم الشيف معلقة من الطحينة. الله الله على التركاية. معلقة من الطحينة اهي، حلو قوي، ومعلقة هريسة حلوة في قلب الخلطة دي. البهارات بتاعتنا، اللهم صل على النبي. هنا المطبخ، هنا المدرسة. كمون، بابريكا، كركم، ملح وفلفل. حلو قوي، ملح وفلفل. طب الحشوة دي يا شيف، الكابوريا دي من القشريات، هي والجمبري والاستاكوزا وبلح البحر، لأن البحر سبحانه وتعالى الخير فيه كتير، من نعم ربنا علينا. في قشريات، في رخويات، في أسماك. قشريات اللي هو الجمبري والكابوريا والاستاكوزا وبلح البحر. اما الرخويات اللي هو السبيط
والكاليماري والايه يا عم الشيف والاخطبوط. اسماك عندك من البربوني للدينيس للوقار للقشر بياض للهامور للمرجان، كل دي انواع من الاسماك. هناخد الخلطه الحلوه دي كلها مع بعضيها بوجود الزبده، هتديني شكل كريمي متماسك. وناخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. اقول تاني الخلطه دي عشان حبايبي اللي بيتابعوني، الحلقه دي بتتذاع وبتتعاد يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره. زي ما حضراتكم شايفين كده، حطيت كزبره خضراء، حطيت زبده، ملح وفلفل وكمون، بابريكا، هريسه، هحط عصره ليمونه دلوقتي بالشكل ده كده اهو. بقى عندك شكل كريمي لطيف وحلو، عصره الليمون معانا. السر هنا في معلقه الطحينه، مديالي قوام، مديالي تماسك، في ليفر لطيف وجميل هيعشق دلوقتي لحم الكابوريا. حلو قوي. نجيب الكابوريا بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. نخلي ده هنا كده، اللهم صل على النبي، ونشيل ده هنا كده، ونجيب الكابوريا بتاعتنا الحلوه دي كده هنا ونشتغل مع بعض. حلوه. هنجيب سرفيز ابيض او طبق ابيض زي ده كده، مفيش مشكله. اللهم صل على النبي. كابوريا دي كابوريا نتي معروفه طبعا، بتشيل الحته دي كده. مخرجنا الجميل حبايبي اهو اهو، وامسك الكابوريا افتحها من هنا، اللهم صل على النبي اهو. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. نشيل ده من هنا كده معلش عشان اشتغل بايديا اهو، واخد الحشوه دي كده واحطها هنا اهو، واقفل حبات الكابوريا. تاني اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني اهو. بشيل دي كده وافتح الكابوريا دي من هنا، اللهم صل على النبي، واخد الحشوه دي واحطها هنا. تاني ده تالت، تالت اهو. نشيل دي من هنا كده ونرفع دي من هنا كده، وندخل الحشوه بتاعتنا ما بين الصدفه وما بين لحم الكابوريا اهو. معايا طاسه في الفرن شديده الحراره اهو. معاكي بقى 2 كيلو كابوريا، 3 كيلو كابوريا، ربنا يزيد. شفت الكابوريا مبطرخه ازاي يا شفيق؟ بص البطروخ، البطروخ بيتكلم مصر اهو اهو، كابوريا بلدي اهي. شفت البطروخ اهو، دي معناها ان هي مبطرخه اهي. حلو قوي. شيل دي كده، فين البطروخ؟ هو ده اهو. حط دي هنا كده اهو. تاني مع بعض، اللهم صل على النبي اهو. الله اهو، نفس القصه اهو. كابوريا ازاز، كابوريا لو ازازوني ازازي اهي اهي. شيل الكفر ده كده وندخل الكابوريا دي هنا كده اهو. تاني اهو، تاني وتالت ورابع اهو. اوبا، وناخد دي هنا كده اهو ده، وتخش هنا كده الحشوه اهو. تاني اهو. حلو قوي يا شيف. طب لو عايز اعملها صينيه يا شيف مغي، نفس الطريقه تعملها صينيه، تعمليها مشويه بنفس الطريقه. الكابوريا جاهزه عندي، اللهم صل على النبي، والجمبري جاهز عندي، ومخرجنا الجميل اداني اوردر قال لي عايزين نطلع فاصل. يبقى إيه لازم نسمع كلامه وناخد بعضينا ونطلع فاصل، عشان محتاج ان انا اجيب زهره شديده الحراره. شايفين الجمبري في قلب الحله؟ طبعا ده لازم يبرد شويه. اللهم صل على النبي اهو اهو. هاخد الجمبري ده من قلب الشوربه. جاهزين؟ العب يا سمك اه. ناخد الجمبري ده كده، اللهم صل على النبي، ونشيل الجمبري ده كده. خلونا نصطاد الجمبري من قلب الطاسه، والطاسه جبنا الخلاصه. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لشويه كشك بالجمبري من اسكندريه، كابوريا مشويه بالزبده والتومه، وما ننساش صينيه سمك قشر بياض بالبطاطس والكريمه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وترتيب الشغل اهم الشغل، دايما الشيف المغازي يقول كده ويعلم ولاده كده، ترتيب الشغل، ولاد اللي هم تلامذتي يعني، ترتيب الشغل اهم من الشغل، والمثل اللي يقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل، وهكذا.
يعني عندك كابوريا بتغسليها وتحضريها، عندك سمك فيليه تشيكي على الشوك بتاعه لان دي هتتعمل بالبطاطس، فيبقى فيه امن وسلام هنا. يعني البطاطس ما فيهاش شوك والسمك، فالاولاد هياكلوا منها بامان. انا دلوقتي جهزت الجمبري بتاعي وخدنا الجمبري بيتقشر علشان ندخل بيه زي بعد كده اللحم بالظبط عشان ندخله مع الكشك. فانا هشتغل دلوقتي في حاجتين، هشوي الكابوريا واشتغل في الكشك بتاعنا. حلو الكلام. استاذن مخرجنا الجميل، مقادير الكابوريا المشويه خدناها خلاص، نخش على اللي بعده. كابوريا تبلناها وحشناها من جوه ما بين الكفر اللي هي الصدفه بتاعت الكابوريا دي، ما بتتاكلش طبعا ولكن هي برزنتيشن وعنوان الكابوريا. نزين بقى طبق شوربه ماشي، طبق سيفود ماشي، طاجن سيفود ماشي، واللحم بتاع الكابوريا. هنحط معلقتين من زيت الزيتون في قلب الطاسه السخنه دي كده. خلي بالك لو الاولاد عندك في المطبخ ما يدخلوش دلوقتي لان دي شديده الحراره بالفعل. اهو اللهم صل على النبي. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ وناخد الكابوريا. انا هسال سؤال دلوقتي للساده المشاهدين والاخراج والكنترول اللي بيحب الشيف، الكابوريا دي اول ما اشويها دلوقتي احط الكابوريا على بطنها ولا على الصدفه؟ السؤال ده مهم جدا على فكره، مش هشتغل في الكابوريا غير لما تجاوبوني. كبرت معايا بقى زي الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه. ها قالوا طيب ماشي حلو الكلام. هناخد الكابوريا كده، ده بالفعل زي ما هي كده تترص هنا كده. الله هو ده. شفت الكابوريا؟ الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. كابوريا هتنط من الطاسه. تاني كمان رصة. الله. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ اللي بيحصل هنا اسمها شقاوة مطبخ. الزبدة مع الخلطة مع الحاجات الحلوة اللي حضراتكم شايفينها دي لطيفة وجميلة، هتديني طعم وتديني فليفر. هنسيب الكابوريا زي ما هي كده. عندي بقية الحشوة بتاعت الكابوريا، البوايا عندي باخدها كده، دول أنا عايزهم زي ما هم كده، بقلبهم واخليهم جنبي لهم عوزة. شفتي؟ حشوة الكابوريا معايا. حلو قوي. نشتغل في شوية الكشك بتوعنا زي الفل. بصلاية ناعمة، فص توم حلو في الكشك بالجمبري مع الطاسة بتاعتي شديدة الحرارة هنا. وناخد مع بعض كده التومة مع البصلة وفص التومة المحترم ده. عايز اعمل شوية كشك حلوين. اللهم صل على النبي. طبعا ما تنسيش ان انت متبلة الشوربة بتاعة الكشك اللي هي معايا دي، املي فيها مستقبلي فيها في قلب الطاسة. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بستنى على البصلية كده تاخد لون بتاعة الكشك. عندي معلقة هريسة حلوة عشان يبقى الكشك لونه أحمر اسكندراني بالشكل ده كده. باخد الشوربة الحلوة دي هنا كده. اللهم صل على النبي. العب يا سمك. هو ده. يلا نقلب دول كلهم مع بعض. الكشك خلص معايا. اللهم صل على النبي. شوية كشك بيتكلم اسكندراني. بوجه تحية كبيرة لإخواننا في اسكندرية. شيل دي من هنا؟ عينيا. حاضر. الله. أخبار الدنيا إيه؟ بناخد المقدار بتاعنا. فاكرين الدقيق؟ فاكرين النشا؟ سوري، فاكرين الدقيق؟ الزبادي، الخميرة، السكر، كله ده مع بعض. ننزل بهنا كده. خلص الكشكش ونقلب يديني القوام اللي انا عايزه بالشكل ده كده. نعم يا غالي. بنهزر بقى. بيقول لي الزبادي هنا ما يكلكعش، الزبادي هنا ما يتخمرش. خد الخميره، خد الدقيق، خد السكر، هيديني قوام جميل دلوقتي في حموضه اللي هي الحموضه بتاعت الكشك. حلو قوي. نشيل كل حاجه من هنا ملهاش لازمه ونشوف الكابوريا وصلت لفين معايا. تصلي على الحبيب
قلبك يطيب. يا ويلي يا ويلي. الله الله. اوعى الكابور يتعضك. الزبدة ساحت وراحت مطرح ما راحت ما بين لحم الكابوريا ما بين بطن الكابوريايا. تيجي تقزقز كابوريا دلوقتي تقزقز صوابعك. لسه ما خلصتش زي ما هي كده. يلا معايا. شفت عايزة تنقع اهي. يلا معايا ناخد ده كده زي الفل يا عم الشيف. هو ده يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده هو ده. نخلي دول عايزهم. العب السمك كابوريا مشويه بالزبده والثوم مع الشبت. هنخليها زي ما هي كده. هندخلها الفرن شويه مع بعض تكمل سواها هنا. اللهم صل على النبي. ونشيل دي نخليها هنا عشان عايزينها. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. تعالي يا كابوريا ما تزعليش مني، انا مهتم بيكي. اوبا بص على الكابوريا، بص على الكابوريا في قلب الفرن. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ايه الحلاوه دي؟ ازقز كابوريا من الفرن. هنقفل الفرن بتاعنا ونكمل موضوع الكشك. واحنا شغالين مع بعض ادى القوام طبعا. وانا شغال زي الفل. خلص الكشك. نحط له بصله بقى، نحط له تومه. انا مش حابب الكشك الاسكندراني يتحط له كده. اعمل له حاجه كده حلوه هتعجب حضراتكم دلوقتي واحنا مع بعض. بس ياخد القوام بتاعه ويغلى على النار كده وزي الفل. حلو الكلام. فين الجمبري يا شباب؟ نجيب طاسه صغيره. اللهم صل على النبي. وهعمل دقه كده حلوه للكشك الاسكندراني تتكلم اسكندراني. طاسه على النار. بنحط في الطاسه دي شويه زيت زيتون ونسيبها تسخن شويه. ايه رايكم يا شباب نشوف مقادير صينيه البطاطس اللي هعملها النهارده بالكريمه والسمك الفيليه؟ لطيفه وجميله. ودي اكله مشهوره جدا او طاجن سمك مشهور جدا من المطبخ المصري. صينيه سمك بالبطاطس والكريمه والطلاينة اتعلموها مننا. حلو الكلام. لان اجدع بلد تعمل سمك هي مصر، واحسن شعب يحب السمك هي مصر. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها مع بعض ازاي. سمك فيليه قشر بياض متقطع وجاهز، بطاطس متقطعه وجاهزه، كريمه لباني، بصل وتوم وشويه زعتر وشويه كرفس. هي دي المقادير البسيطه السهله. حلو الكلام. المقادير على الشاشه. ازاي اعمل صينيه سمك فيليه قشر بياض بالبطاطس وانا بقلب في الكشك بيتكلم اسكندراني. طبعا ده لازم يغلى على النار، ما تستعجليش عليه عشان مش بعد ما تغرفيه تلاقيه اسمنت في قلب الطبق. لازم تشيليه من النار بعد ما يغلي. يعني كده احنا في امان، يعني اتحكمت في القوام بتاعه واحنا شغالين مع بعض اهو. ايه الحلاوه دي؟ نعمل الطشه بتاعه الكشك واحنا مع بعض. فص توم في قلب الطاسه. فين الطاسه؟ على النار. وادي التومه معايا اهي. اللهم صل على النبي. كشك دايما الاسكندراني بيبقى لونه احمر. معانا كزبره خضراء وكزبره ناشفه الاثنين مع بعض مع التومه. ايه اللي طفى النار مني؟ يا الله. نروق الدنيا كده. يلا نطلع فاصل. والله بنت حلال. خلينا نسمع الكلام ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نكون ولعنا النار بتاعتنا وشفنا الكشك بعد ما بيغلي كده. مخرجنا هيجيبه لنا. معانا صينيه كابوريا في قلب الفرن مشويه بتكنيك عالي من الخبره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زال التقليب مستمر او التقليب مستمر. حذاري ترفعي مهلبيه من على النار غير لما تغلي. حذاري اكتبيها على باب الثلاجه من فضلك. حذاري ترفعي رز بلبن من على النار غير لما يغلي. حذاري ترفعي بشاميل من النار غير لما يغلي. حذاري ترفعي وايت صوص من النار غير لما يغلي.
طب نشوف ده بيغلي. معانا اساتذه مصورين فرسان التلفزيون المصري، نشوف الكشك وهو بيبكبك على النار بيتكلم اسكندراني. ايوه هو ده، حلو قوي. نجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنغرف فيها الكشك. فين السلفيز الحلو؟ اللهم صل على النبي. جت فرصتك يا شفيق، العب. شوف اغرف الكشك ازاي دلوقتي وانت معايا. توما العب، مش هاخد دي كده انا. هو ده، اللهم صل على النبي. يلا يلا. شويه كزبره، هو ده. بعمل خلطه كده حلوه ازين بيها طبق الكشك. الكشك ده غير الكشك الصعيدي اللي بياخد بصل على الوش مقرمشها. يا ويلي يا ويلي، هو ده. الخلطه دي مهمه جدا، احنا كلنا عارفين الكشك فيه توم. نقوم نحط ايه يا عم الشيف؟ شويه نعناع يابس، والنعناع طبيعي بيشيل ريحه التوم من الفم بعد الاكل. نخلي دي على جنب. يلا يا شفيق، يلا يا حبايبي اساتذتي، هو ده كشك. يلا نقول العب يا سمك، العب يا سمك. هو انزل انزل، يلا مش هنزل غير لما تقول لي. هو ده. ايه ده؟ ايه الانسيابيه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ كشك الاسكندراني في قلب الحله، وطلع من الحله لقلب الطبق. تعالوا مع بعض نقدمه ازاي. عمايله سهله جدا، بس طريقه التقديم مش صعبه، لها برزنتيشن كده ولها طقوس. تعالوا شوفوا مع بعض هنقدمه ازاي. حلوه، معانا جمبري متقشر جاهز بيتكلم اسكندراني، بيتكلم سويسي بلدي، ومعانا طشه الشيف عملها عباره عن توم زيت زيتون. حلو الكلام. ونقدمه مع بعض ونغرفه. ده تاني واحد يبوظ. اللهم صل على النبي. حلو قوي. مهم جدا وانت بتقدمي طبق السمك اللي انت عاملاه، سواء سمك مشوي سمك مائي لايا كان، بشكل لطيف وحلو، لان اكله السمك مش اكله سهله، اكله لها طقوسها وبناكلها في المناسبات. يقول لك سعره غالي يا شيف، طالما اذا سعره غالي نهتم كمان بالتقديم زي ما احنا شغالين كده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو من بحري وبنحبوه، كشك اسكندراني. يلا عشان حبايبي في اسكندريه اللي بيتابعوني. شايف الحمار؟ شايف الحلاوه؟ شايف الدلع؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اكلك منين يا جمبريايه؟ زي الفل. تعالوا نجرنش مع بعض بسرعه. اللهم صل على النبي. الخلطه دي اهي، ناخدها كده ونمشي كده على الكشك. يا ويلي يا ويلي على اللي ياكل من الطبق ده. ده عايز عيش البلدي ابو رده الحلو ده، الجميل الحلو على ناصيه الشارع، عارفه يا شفيق؟ وبالف هنا وشف تاكل صوابعك وراه. كشك اسكندراني كف العيله والجيران والحبايب، راح لحماتك اغرفي طبق هتدعي لك دعوه حلوه، هتخش الجنه من وراها بجد والله العظيم. الف هنا وشفا، ده الكشك الاسكندراني بتفاصيله. طيب اطلع الكابوريا تسمح لي؟ ايه رايك؟ عشان عايز اعمل صينيه بطاطس بمزاج، دي مش هتاخد وقت كبير مننا ان شاء الله. زي الفل. فين الكابوريا؟ جاهزه اهي. ونجيب طبق التقديم. اللهم صل على النبي. دي كده نحطها هنا، وناخد الزهره الحلوه دي كده هنا. سخنه سخنه، خلي بالك. حلو قوي. ونجيب الصينيه الثانيه. يا ويلي اللهم صل على النبي. هي دي اللي بدور عليها، حطها هنا كده. الله، دي كابوريا مشويه. اللهم صل على النبي. تعالوا نغرفها ونحطها في سلفيز التقديم كده بالشكل ده كده. الله، نعم. بص انت تدوق وتجرب وقول لي رايك. هو احنا غنينا للكابوريا من شويه؟ شايف الشكل الفوسفوري ده اللي في قلب الحله بيتكلم اسكندراني ازاي؟
يا ويلي الرجل دي عايزة. فاكرين البهريز اللي كان معايا من شوية؟ فاكرينهم الشوية دول؟ اه امت. بحط شوية منهم هنا كده، عايزهم دول، واشيل مكان تحمير الكابوريا. الله، وننزل كده. يلا صلي على الحبيب، قلبك يتيب، اللهم صل على النبي. اه العب يا السمك. اه هو ده. حلو قوي، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل صينية سمك قشر بياض بالبطاطس واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. معانا سمك فيليه قشر بياض، معانا بطاطس متقطعة مكعبات، ومعانا كاسرولة ازاز بايركس يسمح بدخولها الفرن. حلو الكلام. المقادير على الشاشة، ولا نشوف الكابوريا، ولا نشوف الكشك. الصورة الحلوة دائما وابدا تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. تعالوا نعملها مع بعض سريعا كده في التايم اللي بقى عندنا. اه طاسة على النار ونهدى عليها كده لما تسخن شوية. المقادير على الشاشة، بطاطس متقطعة شرايح، سمك فيليه قشر بياض، تومة وبصلة، كريمة لباني معايا، شوية كرفس محترمين. حلو الكلام، واحنا شغالين مع بعض ازاي نتعلم نعمل صينية بطاطس بيضة. في محلات السمك يقول لك عايزاها حمراء ولا بيضة، احنا عايزينها بيضة يعني بالكريمة اللباني. تعالوا نعملها مع بعض سريعا. حلو قوي، البطاطس جاهزة اهيت والسمك جاهز معانا. هناخد السمك زي ما هو كده، مش هتبله ولا اجي جنبه، زي ما هو كده، زي ما انا ما جبته من عند الايه اخواننا السمكين. اه واخد البطاطس دي كده. حلوه الصوره كده مخرجنا حبيبي. اه الله، ني في ني. اه غني لها بقى، ني في ني. اه درجه حراره الفرن عندك كام؟ 180. قابلني وانا ماشي في الطريق عود روزماري محترم او زعتر محترم. اه وانا شغال كده. التركية في الخلطه اللي هعملها دلوقتي اللي هتنزل على وش السمك والبطاطس تبين شخصيتهم. حلو الكلام، زي الفل. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف. اه الزعتر ده يتحط هنا ونشيل كل حاجه دي من هنا، لا السمكه دي لازم. ها حلو الكلام، والقرن الفلفل ده انا عايزه، ونشيل كل حاجه من هنا. وتعالوا نشوف ازاي نقفل الصينيه دي مع بعض. نعم والله الساده المشاهدين اتعودوا مني الصراحه والمصداقيه اللي بنشوفها دايما على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. الصينيه دي عشان تستوي محتاجه من الطايم تقريبا مش اقل من نص ساعه. للامانه انا هعمل التركايه وهندخلها مع بعض الفرن. خلصت التايم بتاعنا وخلصت الحلقه، اهم حاجه ان احنا كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. حلو الكلام، واحنا مع بعض كده. اه باخد الفلفل الحار ده كده، دي اخليها انا كده، واجيب سكينه، والطاسه هنا شديده الحراره عايزه تسخن اهو. حلو، بحب انا الفلفل الحار ده مع السي فود. طاسه اخبارها ايه؟ سخنت معايا، بحط فيها شويه زيت صغيرين، ومع الزيت ده ممكن مكعب زبده عشان الكريمه اللباني بتحب الزبده. زي الفل. اخبار النار ايه؟ اه زي الفل تمام اهو. انزل بفص توم محترم، وحذار ان التوم ياخد لون مع الكريمه اللباني كده، انت بتبوظ الطبخه، خلي بالك. ننزل بالكرفس البلدي بتاعنا، نقلبهم مع بعض. ده كرفس وتوم وزبده، كرفس وتوم وزبده، قولوا ورايا، كرفس وتوم وزبده. اه ونقلب. الاكله دي مش عايزه توابل غير شويه ملح وشويه فلفل. عينيا وانا مخلص زي الفل، ملح وفلفل. اه ونقلب دول مع بعض. فاكرين ولا ناسيين؟
شويه البهريز بتوع الكابوريا اللي انا كنت متبل فيهم الكابوريا معايا منهم شويه اهم، عايزهم دول. الله زي الفل. وعندي كريمه لباني، اللهم صل على النبي. شفتوا الخلطه دي بقى؟ تاني اقول الخلطه دي عشان الفرص ما بتتعوضش للامانه. عايزه تعملي صينيه سمك بلطي فيليه، صينيه سمك فيليه قشر بياض، فيليه وقار، فيليه هامور، فيليه لوت، اي انواع الفيليه اللي موجوده عندك اللي ما فيهوش لا شوك ولا حسك، الحسك اللي هو الشوك والشوك اللي هو الحسك، حلو الكلام؟ لازم ترصيها بالشكل ده كده ني في ني، انا حطيت كل حاجه مع بعضيها، خلي بالك. واحد بطاطس وواحد سمك، وفي الاخر حطيت طاسه على النار حطيت فيها معلقه زيت زيتون مع مكعبين من الزبده، وحطيت التومه مع شويه الكرفس البلدي او كزبره خضراء لو ما عندكيش كرفس. قلبتهم على النار ما خدوش لون، اشوحهم على النار. نزلت بالبهارات بتاعتي ملح وفلفل وبس، عندك بشره جوز الطيب اهلا وسهلا. سبناهم على النار، بعدين نزلنا بالكريمه اللباني وشويه شوربه سمك عندك او ميه مغليه على النار، مفيش اي مشكله. هشوف الصوص اللي جنبي ده كده او الخلطه اللي معايا دي كده تاخد بس غلوه للامانه. هي التركايه يعني. ناخد الخليط ده عم الشيف زي ما هو كده. المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. هاخد الخليط ده زي ما هو كده وانزل بيه على وش السمك. طب عايزه طيب قد ايه يا شيف؟ دي عايزه 30 دقيقه في قلب الفرن. الله، برضو نازل يتناغم شكل انسياب الكريمه لباني. دي على فين يا عم الشيف؟ على الفرن. طب هندخلها الفرن؟ لا. ليه يا عم الشيف؟ عشان نشوف مع بعض الشيف البغازة قال ايه. قال لك المصداقيه والشفافيه شعارنا، دي تخش الفرن عايزه لها في التايم بالظبط 30 دقيقه، واحنا وقتنا خلص بتاع البرنامج. حلو الكلام؟ ولازم نسمع كلام المخرج. صينية سمك بالبطاطس اتعملت بتكنيك عالي من الخبرة، صينية كابوريا مشوية شفنا الزبدة مع الخلطة السحرية بتاعت المغازي، الكشك الاسكندراني اللي بيتكلم اسكندراني اتعمل بكل سهولة، زيناه وقدمناه بالبرستيج بتاعه والبوزيشن بتاعه والشكل بتاعه بالجمبري والخلطة بتاعت الكشك. طبعا السفرة بتاعتي لا تخلو من طبق سلطة الجرجير، سلطة الطماطم، سلطة خضراء حسب الرغبة. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.